وخليني اكلم حضرتك شويه عن ادب الطفل. واحنا عارفين ان المعرض السنه دي في دورته او الدوره دي تحديدا، مش هنقول بقى السنه دي، احنا عملنا دورتين في اقل من سنه، مهتم جدا بادب الطفل وفي اقسام خاصه بالطفل. كلمني شويه عن ادب الطفل دكتور هيثم، وعن اهتمامكم بانشاء او بتطوير والاهتمام بالتثقيف الطفل المصري وعقل الطفل المصري. الحقيقة أنه التوجه ده مش بس في معرض الكتاب، يعني لو حضرتك عارفة ومتابعة في كمان جائزة المبدع الصغير اللي بترعاها حرم سيادة الرئيس، واللي بتشرف على خطواتها بدقة الدكتورة إيناس عبد الدايم. جائزة المبدع الصغير لها فرع في معرض الكتاب أيضا، والحقيقة أنه الجائزة دي مع مع استقلال معرض كتاب الطفل إذا صح التعبير، يعني في صالة خاصة بيه، الاثنين بيعكسوا توجه الدولة المصرية نحو فكرة بناء شخصية الطفل. طبعا. احنا بنرمي أساس للمستقبل. عندنا السنة دي صالة مخصوص لمعرض كتاب الطفل، فيها إصدارات متنوعة جدا، وعدد كبير من الناشرين كان حريص انه يبقى له جناح داخل معرض كتاب الطفل مخصوص، بالإضافة لانه في مساحة واسعة جدا لأنشطة الطفل داخل الجناح ده. المساحة دي بقى فيها أنشطة متنوعة، فيها ورش لتعليم الأطفال الرسم والأغاني والألعاب الشعبية والحاجات اللي لها علاقة بالهوية المصرية بشكل أكبر. كمان في لقاءات هيعملوها الأطفال مع كتاب الأطفال، يعني هيدخلوا يلاقوا الكاتب يكلمهم عن كتابه وياخدوا هدايا من الكتاب ده، فيبقى التفاعل هنا مباشر وبشكل تفاعلي. أنا عايز أقول لحضرتك إنه في كتير من الكتاب استفادوا جدا من اللقاءات دي، لانه خد فيدباك من الطفل ما كانش شايفه مباشر، فيدباك مباشر كمان من الطفل نفسه. ناس كتيره بيقولوا انهم بداوا يعدلوا في وجهه نظرهم وازاي هم هيغيروا في طريقه كتابتهم للطفل بناء على التفاعل اللي حصل ده. كمان عندنا في الاضافه اللي في معرض كتاب الطفل السنه دي انه المعرض له شخصيه عام زي الشخصيه الكبيره، كانه معرض مستقل بالظبط. فإذا كانت شخصية معرض الكتاب هي يحيى حقي، شخصية معرض كتاب الطفل الأستاذ عبد التواب يوسف. ولادنا لما يدخلوا في مجموعة من الكاميرات، النظارات الفي آر بيلبسوها، هيدخلوا جوه قصة من قصص عبد التواب يوسف. وأظن أنه دي عاملة شكل جذاب جدا، لأنه ببساطة إحنا شغالين على فكرة أنه الثقافة ما تبقاش زي زمان، ما تبقاش هي الحاجة الكلام الكبير اللي دمه تقيل. أيوه. لا ما بقاش ينفع دلوقتي يا دكتور هيثم في العصر اللي احنا فيه ده. يعني انا سعيده جدا كمان بسرعه الايقاع، السرعه في الايقاع والسرعه في الاداء اللي حاصل في كل حاجه بنشوفها، حتى في الكتابه النهارده بقوم الكتاب الشباب. وده كمان يخليني اسال حضرتك، ان حضرتك في صرح شبابي كبير جدا في معرض الكتاب، بتقدم مواهب عبقريه، بتقدم ادب مصري، بتقدم الروائي المصري، بتقدم كل الشباب المصري الجديد اللي حابب الكتابه. والحقيقه ان احنا كل ما بنشوف ده بنشوف انه الادب والكتابه في مصر دايما بخير، لان احنا عندنا مواهب حقيقي مهمه جدا من الشباب اللي قدروا ان هم يثبتوا نجاحهم. الحقيقه انا في كل دوره معرض بحس بالتفاؤل اكتر. اذا كان عندنا جمهور المعرض 60% منه تحت سن 30 سنه، فهنلاقي كمان انه من الطبيعي انه يكون اكتر من 60-70% من المشاركين في فعالياته برضه في السن ده، المتوجهين للشباب دول. والحقيقه ان احنا عندنا تنوع كبير جدا. انا بعتبر دايما انه المعرض مجرد مرايه للمشهد المجتمعي المصري. اللي بيبقى موجود هنا في ال 15 يوم دول او في ال 13 يوم الدوره دي بيبقى موجود كانه انعكاس للي بيحصل في مصر طول السنه. فعندنا كتاب شباب بيبقوا موجودين، كمان عندنا كتاب اطفال بيبقوا موجودين في المعرض، مش بس متلقيين او جمهور. النشاط الثقافي اللي بنحاول نقدمه والفني والنشاط المهني كله رايح ناحية الشباب بشكل أكبر بكتير، فالتركيز الأكبر على جمهورنا من الأطفال، جمهورنا من الشباب، ده اللي بنحاول نقدم له الجديد، بالإضافة للحاجات اللي احنا متعودين عليها في المعرض كل دورة.